السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه مستر كريبتو؟ فيديو جديد على قناتنا، القناه المهتمه باخبار العملات الرقميه. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن تحليل البيتكوين وراح اتكلم عن تغريده ايلون ماسك، هل ممكن يقصد عمله الدوج كوين ام عمله شيبا اينو؟ وراح اتكلم عن تحليل العملتين. اما بش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا نهاية الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. خلوني اولا اصدقائي ابدا بتحليل البيتكوين. كان عندي نموذج الراي في اسفل هبوط البيتكوين، الهبوط الاخير اللي وصلنا لمناطق ال 25000 او 24500. طبعا بالامس صار عندي نوع من عمليات التصفيه بعد ما انخفاضنا لمناطق ال 25200، وهي المناطق اللي ذكرتها بالفيديو السابق عن البيتكوين اللي تكلمت عن انخفاض لمناطق ال 25000 دولار. تم التصفيه بعد دخلنا مره ثانيه لداخل نموذج الراي. حاليا اليوم اصدقائي اقفلنا اول شمعة 4 ساعات اعلى الترند الهابط الترند اللي رسم وتشكل بعد هبوط البيتكوين. اغلاقنا اعلى هذا الترند طبعا راح يسبب صعود كبير، وسبب صعود الى حد الان الى مناطق 26400 بعد ما صعدنا من مناطق ال 25300. حاليا اتجاه البيتكوين هو استهداف مناطق الموفينج افريج 200 عن مناطق ال 28700، لكن يجب الاخذ بالاعتبار عندي مقاومه عند مناطق ال 28000 دولار، وعندي مقاومه ثانيه عند مناطق ال 27500. هاي المقاومتين لازم احذر منهم، مقاومه عند مناطق 27500، مقاومة ثانية عند مناطق 28000 دولار. بعد كسرنا لهي المقاومتين رح نتوجه لمناطق 28700 إلى 29000 دولار. وطبعا عندي مقاومة أخيرة هي مناطق تواجد الترند الهابط اللي انخفضنا منه لمناطق 24500، هي منطقة 29300. شو بالنسبة لعملة الدوج كوين أو عملة شيبا إينو وتغريدة إيلون ماسك؟ طبعا ماي ماسك اللي هي والدة إيلون ماسك اليوم نزلت تغريدة if your dog x the place to be، يعني إذا كنت كلب أو نوع من أنواع الكلاب فمنصة إكس هي المنطقة أو المساحة المناسبة لك. طبعا تقصد كلمة دوج هي العملات الكلابية زي عملة شيبا إينو أو عملة دوج كوين. طبعا على الأغلب راح تكون عملة الدوج كوين، لأن شفنا ارتفاع وشمعة ارتفاع جيدة نوعا ما بعملة الدوج كوين. طبعا لكن الشمعة رجعت مرة تانية انخفضت لمناطق تقريبا 6.4 سنت، بعد ما ارتفعنا لمناطق 6.7 سنت ورجعنا مرة تانية حاليا اعلى الترند الهابط، لازم نقفل شمعة 4 ساعات حتى نتوجه لمناطق 7 سنت. اما بالنسبة لعملة شيبا اينو عملت ارتفاع بنسبة وقدرها 5% اخر 24 ساعة، وطبعا من القاع او مناطق الانخفاض الاخيرة عملنا ارتفاع بنسبة بتوصل الى 8%. حاليا نحن عن مقاومة عنيدة هي مقاومة ترند صاعد سابق، يجب كسر هاي المنطقة حتى نتمكن من حذف احد الاصفار. اذا ما كسرنا منطقة المقاومة، منطقة الترند الصاعد، ممكن نرجع ننزل مرة تانية. لكن بالسابق اصدقائي تشكل عندي نموذج اللي هو القاع المزدوج. نموذج القاع المزدوج نموذج صعودي وراح يؤدي لصعود كبير، لكن حاليا عندي ترقية لشبكة الشيباريوم، عندي ترقية الرابعة بعد طرح شبكة الشيباريوم وراح تسبب ارتفاع كبير هاي الترقية، ولازال مئات ملايين الحسابات عم تدخل بتستخدم شبكة الشيباريوم. انا من وجهة نظري اصدقائي هاي التغريدات مجرد فومو على العملة. ايلون ماسك سي اكس تويتر از ذا دوج فريندلي بليس، او المكان الصديق لعملات الدوج كوين او عملة الدوج كوين. ممكن كمان يقصد فيها عملة شيبا اينو، لكن الصعود الحقيقي رح يكون على عملة شيبا اينو بسبب شيباريوم. شيباريوم عامل مساعد لصعود عملة شيبا اينو، وكمان الدوج كوين شفنا صعود طفيف بعد انخفاض مرة تانية لداخل الترند الهابط او اسفل الترند الهابط. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. اذا بتحب تتداول على العملات الرقميه او الفوركس بدعوك لتدخل على منصه اكسنس عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو، بتدخل مجانا لجروب التوصيات الخاص بنا. هي نكون وصلنا لهذا الفيديو اصدقائي، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامه، دمتم بخير.